وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع مبادرات التنمية المحلية المصرية من خلال دعم المصريين بالخارج. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات تنموية صغيرة للشباب بغرض الحد من الهجرة غير الشرعية ودعم استراتيجية مصر لتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وصرحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع بأن الآليات المستخدمة في تنفيذ المشروعات التنموية ستكون مبتكرة لتساهم في التقليل من الهجرة غير النظامية. من جانبه أضاف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر أن تحسين مناخ العمل هنا في مصر هو هدف مهم، مضيفا أن إشراك المصريين بالخارج يعد عنصرا أساسيا لاستراتيجية المنظمة في مصر للعام الجاري.